أن نتحول مشاهدينا إلى تطورات في تونس والتفاصيل في نافذة من هناك مع الزميلة إيمان لحرش. مساء الخير إيمان. مساء الخير سامي وشكرا جزيلا لك وأهلا بكم مشاهدينا أيضا في هذه النافذة أيضا من العاصمة تونس، إذ شهد الشارع التونسي تحركات لافتة في الساعات القليلة الماضية، إذ خرجت في العاصمة تظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد وأخرى معارضة له ومطالبة بالعودة لما قبل 25 من جويلية وبالتالي العودة عن التدابير اللي اتخذها الرئيس. في تطورات أخرى وربما تفاعلا مع هذه التحركات، الاتحاد العام التونسي للشغل جدد دعوته لتشكيل الحكومة للحوار، ولكن بالمقابل أكد رفضه أي تحرك في الشارع من شأنه أن يؤدي إلى انقسام الشارع التونسي، وبالتالي نتحدث عن شعبين من شأنه أن يؤدي إلى التصادم. هناك تطورات أخرى في تونس في الساعات الماضية، وعلى خط آخر وجهت محكمة المحاسبات في تونس بإعادة فتح الملفات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة خلال الحملات الانتخابية وبالجرائم الانتخابية والتي جرت عام 2019. نتابع في هذا التقرير ونعود. مرة أخرى مؤيد الرئيس التونسي في إجراءاته والرافضون لها وجها لوجه، هذه المرة في شارع الحبيب بورقيبة، تجمع عشرات التونسيين أمام مبنى المسرح الوطني بعد دعوات من عدة أطراف لمظاهرة معارضة لإجراءات الرئيس، لكن الحضور كان محدودا. وبشكل عفوي تجمع المئات من المواطنين في الجهة المقابلة يفصل بينهم الأمن التونسي، مجددين دعمهم للرئيس وطالبوه بحل البرلمان ومحاسبة ما أسموها منظومة الفساد. أنا مع حل البرلمان، البرلمان لا يمثلنا، قلتها وأقولها، برلمان كناطرية سرقونا باسم الشرعية. مؤيد حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة في آخر وقت. سبب الوجود اللي هو حركة تصحيحية اللي هو معناتها باش نقولوا للمنظومة اللي ورانا هذوما قاعدين يعيطوا، جماعة النهضة وأذيالها ديجاج اخرجوا علينا ابعدونا، البرلمان راه مش باش يرجع باذن الله. مسانده للاجراءات 25 جويلية، مسانده لما اقدم عليه السيد الرئيس قيس سعيد ضد المنظومه الفاسده، ضد المنظومه اللي خدمت تيلت 10 سنوات واللي كانت ماسكه بالشان العام. ومن بين مطالب المؤيدين لقيس سعيد ضرورة تشكيل الحكومة وبدء الإصلاحات السياسية لسحب البساط من تحت أقدام من يريدون العودة بالبلاد إلى ما قبل 25 من يوليو. لابد أن يسرع في إيضاح مشروعه السياسي والترتيبات العاجلة الفورية وأساساً تشكيل الحكومة لسحب البساط من خصومه الذين يتربصون ويريدون التقاط الأنفاس وإعادة تنظيم أنفسهم للتشويش على ما أقدم عليه. هي أول وقفة احتجاجية منذ إعلان الرئيس إجراءاته، وسط تحذير من الاتحاد التونسي للشغل من أي تحركات تقسم الشارع وتؤججه. ورغم عدم تشكيل الحكومة وتوضيح خطة الرئيس للخروج من الحالة الإستثنائية، فإن الدعم الشعبي ما زال واسعا لإجراءات 25 من يوليو، وتتفق أغلب الأطراف على ضرورة عدم العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ. إبراهيم حسناوي، سكاي نيوز عربية، تونس. وللحديث عن هذه التطورات ومناقشتها ينضم إلينا من تونس الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عبيد الخليفي، ومعنا أيضا صحفي في جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل صبري زغيدي. أهلا بكما معي. أبدأ معك أستاذ صبري، ربما من تفاعل وآخر تفاعل للاتحاد العام التونسي للشغل على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، اللي قال أنه الاحتجاج حق ولكن إذا كان من أجل قسمة التونسيين وخلق شعبين في تونس فإن الاتحاد يرفضه وهو غير معني بأي من تحركات في الوقت الراهن. هل هناك مخاوف من نقل المعركة إلى الشارع وبالتالي تكريس الانقسام لدى التونسيين؟ مساء الخير أستاذ إيمان ومرحبا بضيفك الكريم. وبالفعل يعني بالنسبة للمنظمة الشغيلة هي حريصة على أن تكون هذه المرحلة مرحلة لبداية استقرار على كافة المستويات وأساسا استقرار سياسي. البلد الآن لا يتحمل مزيدا من الصراعات ومزيدا من المناكفات ومزيدا من بث خطابات يعني الانقسام في الشارع أو الكره أو التباغض. نحن الآن في مرحلة يجب أن تكون مرحلة بناء بشكل جاد.
الاتحاد، وبطبيعة الحال الاتحاد قلق من المدة أو الوقت الذي آخذ يعني في التمدد، والفترة التي طالت أكثر من اللزوم، يعني أن نتحدث عن هذه الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد. بالتالي هو يدعو إلى التعجيل الفوري بتشكيل حكومة تنكب حقيقة على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية بالأساس والصحية كذلك، وتعطي على الأقل رسائل طمأنة للرأي العام وللشارع التونسي أن البلد ذاهب نحو الأفضل. البلد اليوم لا يمكن أن يتحمل مزيدا من القسمة، وما يشهده اليوم الشارع هو أمر مقلق على الأقل الماسكين بزمام السلطة الآن وعلى رأسها رئيس الدولة أن يعي بذلك وأن يسرع الآن وهنا في تشكيل أول استحقاق وتشكيل أول أو التفاعل الإيجابي مع أول مطلب للفيف واسع من المجتمع المدني التونسي والرأي العام التونسي، ألا وهو تشكيل حكومة الآن وهنا. نعم. طب دكتور عبيد، يعني ما رأيك ربما كيف تفاعلت مع التحركات والمشهد اليوم بين المظاهرتين، وهل هناك مساعي لنقل المعركة للشارع من طرف النهضة وحلفائها؟ مساء الخير للجميع، مساء الخير لضيفك. أولا يجب التوضيح أنه كلما تأخر رئيس الجمهورية في تحديد ملامح المرحلة السياسية المستقبلية بالضرورة سيعطي فرصة للآخرين أو لأعدائه السياسيين من الظهور في الشارع أو في المشهد السياسي ومحاولة استعادة المبادرة من جديد. اليوم وقعت مسيرة كان هنالك تجيش لها من طرف حركة النهضة وحزامها السياسي حتى تكون التعبئة. هذه المسيرة تعطي ثلاثة ملاحظات رئيسية وأساسية. الملاحظة الأولى، عندما تنظم مسيرة وأنت في الحكم يمكن أن توفر لها كل التمويلات وكل التجهيز وكل أجهزة الدولة، مثل ما حدث في 27 فيفري مسيرة النهضة التي نظمتها في 27 فيفري. لكن اليوم وأنت خارج منظومة الحكم فأنت عاجز عن تعبئة أكثر من 1000 شخص في أقصى الحالات حسب التقديرات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه ملامح الحاضرين في هذه المسيرة غياب تام للفصيل الشبابي، وهذا له دلالات ورمزيات، وهو أن هذا الإسلام السياسي وما لف حوله هو في مرحلة شيخوخة، لأنه كل الحاضرين تقريبا سقف العمر تجاوز 60 سنة، وأنه هذا الجيل الشبابي للإسلام السياسي لم يعد له ثقة لا في قياداته ولا في تحركاته. الملاحظة الأخيرة الثالثة وهو أنه الذهاب ولكن لأنه فئة الشباب هي أكثر فئة تعاني في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفي نسب البطالة بالبلاد. بالتأكيد هذا بالتأكيد، وفئة الشباب لم تعد لها ثقة في النخبة السياسية أو في الذين حكموا خلال 10 سنوات، واليوم ليس لهم أي مساندة لتحركات ستعيد ترتيب الأوراق من جديد أو ستعيد المنظومة السابقة، منظومة ما قبل 25 جويلية. وبالتالي اليوم كان غياب للشباب على الأقل في صف من يدعون بين ظفرين الشرعية. في الجهة الأخرى هنالك كانت مسيرة عفوية أو تحركات احتجاجية عفوية رافضة لهذا التحرك لحركة النهضة، كان أغلبه تقريبا كما تلاحظ من الكاميروات وفي الصور أغلبه من الشباب. يعني في نهاية الأمر أنه الذهاب إلى الشارع لن يكون حلا بالنسبة للمشهد السياسي في تونس. الآن الكرة لدى قصر قرطاج، لدى رئيس الجمهورية، حتى يعطي ملامح المرحلة السياسية القادمة عبر تشكيل حكومة، عبر تصور تشاركي ليس مع الأطراف السياسية التي كانت تحكم والمتهمة بالفساد، ولكن تشاركي مع المنظمات الكبرى من بينها اتحاد الشغل، من بينها منظمة الأعراف ورابط حقوق الإنسان أو عمادة المحامين. هذه المنظمات يمكن أن تقدم تصورا تشاركيا مع رئيس الجمهورية من أجل رسم ملامح الخارطة السياسية الممكنة. نعم. في المدة القادمة. أستاذ صبري، يعني ربما اللافت كان أيضا ربما بالإضافة للنقاط اللي استقرأها دكتور عبيد في هذه التحركات، لافت أنه الهدف الرئيس كان دعوة رئيس قاسم سعيد إلى الرجوع عن تدابير الاستثنائية اللي اتخذها في 25 من جويلية. يعني مجرد الدعوة اللي
العودة إلى الوراء إن صح القول، وهذا أمر يعني حتى الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني في الأحزاب السياسية في الشارع التونسي هذا أمر مرفوض. بالتالي ما زال بالنسبة لهذه الفئة، كيف تقرؤون هذه المطالب اللي رفعت؟ هل ما زال هذا مستساغ سواء سياسيا أو شعبيا؟ وفي حقيقة الأمر ما حدث اليوم في اعتقادي هي محاولة لجس النبض تقوم بها حركة النهضة، حتى أولا تقيس مدى يعني الإشعاعها أو مدى التساقها بالشارع مثل ما كانت في الماضي، ونرى من غياب على الأقل غياب قيادات حركة النهضة في هذا التحرك دليل على ذلك. هي الآن تعيش في عزلة سياسية، عزلة على المستوى الداخلي وعزلة على المستوى الخارجي، وتبحث وتقوم بكل شيء حتى تعود إلى صدارة المشهد من جديد. في اعتقادي هي تستغل الآن التململ الذي بدأ يوجد وبدأ يخلق في هذه الفترة، تململ موجود من فئات يعني واسعة في المجتمع المدني، والذين رحبوا في 25 جويلية رحبوا بالتدابير الاستثنائية، ولكن في نفس الوقت يعني طرحوا قلقهم، وعلى رأسها المنظمة الشغيلة بطبيعة الحال، قلقهم حول المساس من الحريات العامة والفردية، المساس من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يهم منظومة حقوق الإنسان، وعدم الرجوع إلى ما قبل 14 جانفي أو إلى مربعات الفساد. في اعتقادي حركة النهضة تريد استغلال هذا التململ من التململ الموجود من يعني من جهات من المفروض أنها مثل ما قال ضيفكم تكون يعني السند السياسي والسند الجمعياتي لرئيس الدولة على قاعدة التعامل المشترك أو على قاعدة التشاركية، ولكن ما نشاهده اليوم أن رئيس الدولة يتباطأ في إجراءاته، ما زال هناك غموض، ما زال هناك ارتباك. هذه المظاهر في اعتقادي يعني ستكون لها تداعيات سلبية على مستوى ما ينتظره الرأي العام وما ينتظره الشارع التونسي، على الأقل في علاقة بتشكيل حكومة التي من المفروض أن تكون لها حكومة ذات توجهات جديدة، توجهات تقدم رسائل طمأنة للتونسيين خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي. هذا ما يريده الجميع، ولفيف واسع من منظمات المجتمع المدني. حركة النهضة في اعتقادي حتى مع جس هذا النبض اكتشفت أن عزلتها ما زالت متواصلة، والمرحلة القادمة هي ليست مرحلة حركة النهضة وما قبل 25 جويلية، الكرة الآن في يد الرئيس الذي من المفروض أن يقوم بخطوات عاجلة كرسائل طمأنة للجميع. نعم دكتور عبيد، يعني بالإضافة ربما لما يدخل في حسابات النهضة، ما الذي تخشى؟ هل تخشى من خطوات لاحقة خاصة في المجال القضائي تزيد من هذه العزلة ومن حشرها ربما في الزاوية، خاصة أنه محكمة المحاسبات يعني أعلنت السبت عن إصدار أحكامها الابتدائية فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في التقرير المتعلق بانتخابات 2019 على ثلاث مستويات، أول مستويين لمحكمة المحاسبات، بينما الصنف الثالث فيما يتعلق بشبهات جرائم انتخابية فقالت أنها من مجال أو اختصاص القضاء العدلي ودعته للإسراع في هذا المجال. هو بالتأكيد أنه بعد عطلة قضائية تعود المحاكم الآن إلى الاشتغال، وكانت بوادر ذلك ما صدر عن محكمة المحاسبات. هذه من ناحية، ليست الخطورة تتعلق بتقرير محكمة المحاسبات فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية. هذه الجرائم الانتخابية ستنجر عنها إذا كانت هنالك إرادة قضائية مستقلة للحسم في عديد من الملفات. أولى هذه الملفات هو ما يتعلق بالجرائم الانتخابية. خطورة هذا الملف يتعلق أولا بإسقاط القائمة الانتخابية من ناحية، واستتباعاتها بحل الأحزاب التي لا تستطيع أن تبرر مصادر تمويلها في الحملات الانتخابية أو الحزبية. هذه في جانب من الملف. نعم. الجانب الآخر وهو الأخطر الذي تخاف منه حركة النهضة يتعلق بثلاثة ملفات رئيسية. أولا الملف الأول يتعلق بمسألة التسفير لبؤر التوتر. هذه فيه عديد الملفات لدى السلطات القضائية، وهي ملفات نائمة منذ سنوات لم يتجرأ القضاء على الحسم فيها. الملف الثاني فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية، والملف الثالث فيما يتعلق بالجهاز الخاص وما اشتغلت عليه
وما اشتغلت عليه هيئة الدفاع عن الشهيدين، وبالتالي هذه الملفات التي تورط طرفا سياسيا هي أكثر الأشياء التي تخيف حركة النهضة، ولذلك هي تراقب عن كثب وتحاول أن تنحني أمام العاصفة، العاصفة السياسية ثم العاصفة القضائية. شكرا جزيلا لكم إذن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبيد الخليفي، شكرا لك أيضا الصحفي في جريدة شعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل صبري صغيدي.